بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم المهندس رامي شريم، مهندس معماري ومدرس لبرامج التصميم والإظهار المعماري المختلفة. درس اليوم رح أتناول موضوع جدا بسيط وسهل جدا، اللي هو موضوع save scene، أو أنه حتى save as archive، أنه المشهد نفسه السين هذا أحفظ كأركايف، يعني أحفظ الماتيريال تبعته كلياتها معه. هل أنا هذا الملف تسميه save as archive، حاطه في فولدر اسمه fast scene، ما في عندي اي ماتيريال هون. بالمقابل لو اجيت لهذا المشهد بلاقي انه عامل له رندر، في عندي ماتيريال للرفليكت، للرفليكشن جلوسنس، للبامب، يعني معجب عليه بالماتيريال. طيب لو اجيت عندي هون، طبعا بس مشان تكونوا فاهمين المشهد اكتر، انه انا هون عامل كاميرا، عامل ضوء اول ضوء ثاني، وضابط الماتيريال عندي ماتيريال سو عندي كانت بيس او وود كونكريت، عندي الليذر، عندي الفلور، او بقدر اسميها بيفمنت اذا حبيت يعني. ها هي بيفمنت. طيب هاي سيفت الملف كنترول و اس. طيب المشكلة اللي بتصير انتو عندكم او عند الطلاب عادة بيسألون عليها، انه بروح مثلا على الملف هذا تبع الماتيريال، يعني في عندي الفولدر تبع الشغل، في عندي حاطين فولدر تاني فيه الماتيريال. بروح مثلا بعد فترة الواحد فيكم بيعمل مثلا ريست وبلش شغل او بنسى المشروع وبتمر فترة وحب انه يرجع له لبعدين، بيجي بده يفتح الملف بس بتكون عندي هاي الماتيريال كلياتها. خلينا نحكي انه كل هدول الثلاث ماتيريالات او الاربعة، نحكي الخشب بس لحاله احسن، هاي كوبي ونعمله حتى كات بشكل كامل. بدي اجي اسحبهم على الديسكتوب ماتيريال الخشب، فصفى عندي هذا الفولدر اللي فيه المشهد، وهون عندي ماتيريالتين والباقي موجود عندي ماتيريالات موجودة بهذا الفولدر. طيب نروح على الماكس، نحكي له open save as archive، نحاول نفتح الملف. طلعت لي هاي الرسالة، شو بتحكي لي؟ missing external files. شو يعني؟ بكيرك انه انت في عندك كان ماتيريالتين موجودين جوا الديسكتوب على فولدر اسمه blocks multi sub object wood. لو جيت لحقت المسار هيو سي يوزرز ابو العز ديسكتوب، الديسكتوب انا زيد عندي، بعديها بلوكس، هي روح هيا ديسكتوب بلوكس مالتي سب اوبجكت، هي مالتي سب اوبجكت. بكيري كان في ماتيريال هون، استنى شوية، كان في عندي هون ماتيريال اسمها ديفيوز وماتيريال اسمها بامب او ريفليكت، هدول كانوا موجودين، وين راحوا؟ طيب فانا هون عارف انه تحركوا، باخذني اجي احكي لهم مثلا تعالي انت هاي براوز هاي اد، باجي بحكي له التنتين موجودين هون، وباجي بحكي له يوز باث، وخلص انك تختار الماتيريالتين وبتخلص. طبعا هاي العملية اذا انت حاطط ماتيريال يمين شمال فولدر على الدي على الاي على الاف بتلاقيها بالاخر صارت وجعة راس. طب شو حل لها؟ هي اجى عندي المشهد بس ماتيريال وود شو مالها؟ فاضية، ما في عندي اشي بدي فيوز، باجي بكبس بحكي نون، يعني ما في اي اشي هون، من راحت؟ مش موجودة. فهلا هون انا بهاي الحالة بدي ارد ارجع الماتيريالتين، بس مش اوريكم كيف بدنا نحفظ المشهد. هاي كوبي، هاي على المالتي سب، احكي له بيست، ارجع هون احكي له الديفيوز، بدي اعرف الديفيوز، هي اوكي. جيت هون عندي على ريفليكت، خلينا نعرف الريفليكت، هي اوكي، هو لحاله رح يتعرف عليها اوريدي. جيت هون قلت له انت برضه تعرف لي على ريفليكت، اوريدي تعرف عليها. قلت له بالبومب بدي اياك برضه تتعرف لي عليها، يعني معناته انا بستنتج اني لازم اكون حاطط كل ماتيريال وممنوع اني اغيرها. طب افرض اني بعدين حبيت اغير الماتيريال، شو الحل؟ فباجي من هنا على قائمة الابليكيشن بوتون، بحكي له سيف از، ما بحكي له سيف از ملف ماكس، لا بحكي له سيف از اركايف، سواء كان عندي رار او زيب. اركايف مثلا على الديسكتوب حبيت نعمل ملف اسميه نيو فايل او نيو سين، بس هي نيو فايل، يلا مش بيناتنا. الصيغة تبعته اللي هي وين رار، على يعني على الوين رار راح تكون، بجي بحكي له اوكي هي سيف. بلاقي الجهاز شو بيعمل؟ ببلش هلا يعمل كالكوليشن، هي خلصهم بسرعة لأنه الملف عندي صغير. بيعمل كالكوليشن انه بحط لي الفولدر والماتيريال كلياتهم نفس الفولدر، بجي بعمل له ريست ونرجع من الصفر. هاي دونت سيف. شو اللي صار عندي هون؟ اسكر هاي واسكر هاي، صار عندي هون ملف جديد مضغوط.
فإجت هنا سميت نيو فولدر، نقلت هذا جواته فتحته. لما أجي أعمل إكستراكت هير رح يطلع عندي ملف الماكس وهون فولدر. شو هذا الفولدر فيه؟ هذا الفولدر بحكي لك إنه رامي على اليوزرز أبو العز ديسكتوب لوكس مالتي سب، هون كل الماتيريال تبعته. فبالتالي أنت بهاي الطريقة البسيطة تقدر إنك تحفظ الملف تبعك كل الماتيريالات. هلا باجي بسحب هذا هون، بحكي له أنت خد دي أوبن، بلاقي كل الماتيريالات إجت مع الملف. هاي طبعا آخر خطوة أنا بعملها بشغلي، أي مشهد بحاول إني أعمله آخر يوم لما أرندر كل إشي بروح بعمل منه نسخة، بحكي له سيف أز أركايف، وبحطه في فولدر بسميه فاينل ريندر أو فاينل فايل أو بغض النظر شو هو الاسم النهائي. الدروس إن شاء الله رب العالمين رح يتم طرحها على الجروب. هذا الدرس العاشر وقد يكون الأخير إن شاء الله بهاي السلسلة. بعدها إن شاء الله ناوي إني أتجه لموضوع اللوميون، بعدها رد أرجع بمواضيع جديدة للماكس. الأسئلة بتقدر إنكم تطرحوها على الجروب إن شاء الله، على مواضيع الأسئلة، برضو تصوتوا على المشاهد اللي حطيتهم، وكلها رح تكون موجودة برضو بالبلاي ليست اللي طارحها أنا هون 3D Max Tricks البلاي ليست هاي. أي سؤال تقدر إنكم تعلقوا بكومنت أو تستفسروا إن شاء الله رب العالمين بجاوبكم عليه. هيك بحكي لكم، يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم.